السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين؟ عساكم بخير. طبعا يا جماعة الخير، مقطعنا اليوم غير، مقطعنا اليوم عن العالم الآخر هنا في أفغانستان. مقطعنا اليوم الله يكرمكم عن أماكن قذرة وناس عايشين حياتهم هنا. طبعا احنا وصلنا تحت اشهر جسر هنا في كابل، او نقدر نقول في افغانستان. اسم الجسر هذا زي ما نشوف اسمه بول سوختا، يعني الجسر المحروق بشكل عام، هذا الاسم. طبعا يا جماعة في هذا المكان الله لا يبلانا في ناس طايحين في عالم واغلب الناس اللي طايحين هنا في هم الشباب اللي باعمارنا واعماركم، نسأل الله السلام. راح نسأل منهم بعض الاسئلة، وش سبب دخولهم لهذا المكان؟ وش سبب وجودهم في هذا المكان في الأصل؟ فما نطول عليكم، نقول بسم الله وندخل. زي ما نشوف الأخ كده رابط الحبل في رقبته بسطة صغيرة كده، وأي واحد بعد ما يتعاطوا بعد ما يتعاطوا يجرب من هذا الشيء. طيب دحين راح ندخل معانا الأخوان من الإمارة الإسلامية عشان يحمونا هنا. طبعا كلابهم كمان، وانتوا بكرامة كلابهم كمان دخلوا في عالم شوفوا سبحان الله. يبغى شخص ما زين يتشاهم عايزون جا تيتر. طيب والله عالم 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 عالم، والله العظيم عالم يا جماعة الخير، عالم غريب وعجيب. السلام عليكم. السلام عليكم. خوبسين بخير السين. زنده باشين. شو ميكون النجوم؟ نجوم مواد مخدر ميكش. مواد مخدر ميكشين؟ بله. كم سول ميشا؟ ما تقريبا 22 سول ميشا. شو ما كم سول السين؟ ما 45. خو فاميل دورين؟ بله. خوانا نميرين؟ نيست نجوم ايران استن. شو ما نجوم خو ميكونين؟ آه نجوم خو ميكونين. نجوم خو ميكونين؟ بله. شیمون استن یونی؟ شیمون 100 درصد. شیمون استن؟ بله. چرا ترک نمیکنن خیلی؟ ترک یک پدیده شومه است که ترک نمیشه، راه حل نیست، ترکش مردن است. چی؟ ترکش مرگ است. ترکش مرگ است؟ بله. اینجا فامیلو هست؟ بله هست. فامیلو زیاد است یا کم؟ نه تعداد کم است. بله. خورد خورد بچه هم هست؟ بله زیاد. زیاد است. او تشکر. نشکر. تعال. این عالم ثانی. تحت الجسر هذا في عالم ثاني، هذاك المكان مره خطير. السلام عليكم. السلام عليكم نورم. خوبسين. شكرا. شما بخير هستين؟ بخير باشين. كم سال هستين؟ 24. 24؟ كم سال ميشه اینجا هستين؟ 3 سال ميشه كي هستين. 3 سال ميشه؟ 3 سال. 3 سال ميشه. چرا دي ده مواد مخدر داخل شدين؟ بخاطر چی؟ خب بعد ما هم نمیفهم دیگه، بعد نمیچاش چرش به بعد دیگه ده مواد مخدر داخل شدیم. چی سبب بود؟ شبابش کدام چیز دیگه نبود دیگه، بیکاری نم، بیکاری و به جای گشتن و دوستای خراب نم نبود. حالا ترک نمیکنین؟ چرا نمیکنین؟ وقتی شما ترک میکنین کی ترک میکنین؟ جوانی تا مفت میره، هر وقت قسمتش بود خداوند خواست مو ترک میکنین. از تشکر خیلی از شما. جوره ثانی شفت او عالم ثانی هنا جماعه، خليك بعيد شويه يعني. عادي نتكلم معك؟ مواليد السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا وسهلا. يا أهلين فيك. كيف حالك حبيب؟ عساك طيب. الله يسلمك يا حبيب قلبي. واسمك خالد؟ اسمي خالد. خالد بولندي. عساك طيب إن شاء الله. بخير الله يسعدك. كيف حالك أنت طيب؟ الحمد لله. أنت من مواليد السعودية؟ مواليد السعودية، مترحلين 6 سنين. 6 سنين. طيب إيش اللي خلاك يا أبوي تخش في عالم؟ يا رجال أتمنى وشوف فين وصلنا. طيب ايش السبب؟ ايش السبب؟ ايش اللي خلاك؟ السبب الفضاوة وكثرة الفلوس في البدايات. ايوه. بعدها شايف زي ما انت شايف الحال كيف. الله يعين. الله يعين. انت كنت من مواليد جدة ولا؟ مواليد الطائف. من مواليد الطائف؟ نعم. في غيرك كمان هنا ولا بس انت لوحدك؟ في واحد من العيال اسمه عبد الله الدكتور، برضه من عيال من مواليد السعودية برضه. من مواليد السعودية؟ ايه برضه. عمره 42 سنة تقريبا. طب كم عمرك؟ أنا 31. 31 سنة. متزوج؟ لا 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 عازب. أعزب أعزب. بالله ندمان ولا لا؟ أسألك بالله. أكيد يا أخي، كيف ما تندم يا ابن حلال؟ إيش هذا اللي في يدك؟ إيش هي سيجارة ولا؟ يا رجال إيش تسوي؟ ترحلنا وجينا دخلنا في عالم الله لا يبرني يا رجال. الله المستعان. الله المستعان. أنت كنت تحمل إقامة سعودية ولا لا؟ هي كنت أحمل إقامة سعودية، لكن انمسكت في قضية هناك. كان 225 جرام حشيش و 316 حبة حبوب كبتا جرام. لا إله إلا الله. حكمت فيها 7 سنين. ما بدع اسمه هذا مبرمة. جلست 5 سنين، سنتين شالاتها القرآن. تحفظ هناك كل ما تحفظ جزء
ينقصوا 9 ايام من محكوميه القيد لان المحكوم سنه. انا كنت محكوم 7 سنين تقريبا كان ينقص شهرين نص على البدن. طيب كيف اكلك وشربك هنا؟ في احد يوصل لك ولا انت تطبخ ولا ايش تسوي؟ طبخ مين يا رجال؟ ما في اليوم ناكل خبز ناشف نص، اذا وصلنا نص خبز نحمد الله. ايش تنصح المواليد مواليد المملكه؟ مواليد المملكه انصحهم يا رجال اذا يقدر يطلعوا في اسرع وقت ممكن فيطلعوا. نعم. لا، المواليد اللي موجودين في افغانستان واللي خارج افغانستان، هل اذا جوا افغانستان يدخلوا في هذا العالم زي ما انت دخلت؟ لا. ليش؟ على حسب هي، عرفت؟ فاذا يكون عندهم مصروفيه، اذا يكون عندهم حاجه اسمها. لا، انا جيت ما اعرف احد، نزلت المطار ما اعرف احد يا رجال، معايا 6000 دولار ما اعرف احد ولا اعرف فين اروح، ما معي الا التذكره. فلمده 6 شهور كانوا يصرخوني المويه ب 10 يبيعوها لي ب 25، انرجي ب 30 قال يبيعوها ب 50 لمده 6 شهور في جودي ميمون. متى حتترك ان شاء الله؟ هذه اكيد مصمم. اكيد اكيد يا رجال. متى ان شاء الله؟ اوعدنا. الله اعلم، ما اقدر اوعدك يا رجال، الله اعلم. ما تحزن على شبابك انه قاعد يضيع هنا على فاضي؟ كيف ما تحزن؟ فين كنا وفين وصلنا وفين صرنا؟ الله يعين. ما يقول لك على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، عقوبتين يستعجل بهما في الدنيا، عقوق الوالدين والزنا. فانا كنت عاق للوالدين، الله يهدينا. شوف هذه النهايه. لا اله الا الله. الله يكون بعونك والله. الجميع ان شاء الله باذن الله نحن نحاول نساعدك باذن الله. الله يسعدكم، الله يخليكم. اهم شيء توعدنا انك انت تبطل هذا الشيء باذن الله يا رجال. مين ما يبغى يبطل؟ مين يرضى في الحياه المميته؟ تشوف الحياه كيف تنام يا رجال، بين الحشرات تنام بين حاله ما يعلمها الا الله، خليها على ربك. فالله يعين. شكرا لك حبيبي. الله يسعدك، شرفنا فيك. فين في احد من مواليد المملكه ثاني كمان هنا؟ في واحد فاقع الرفان وهو معاي هنا بس موجود هنا هو؟ والله ما ادري، هو يكون معاي دائما. جو طالبان وفقع خاف يعني. الله يعطيك العافيه. الله يعني. شكرا لك. شكرا. في عندكم بقايا شيء نشتري؟ حبيبي الله يسعدك، شكرا. طيب يا جماعه الخير، راح نكمل جولتنا داخل هذا المكان العجيب اللي انا في حياتي عمري ما شفت هذا المكان. لاول مره صراحه انا اجي في هذا المكان. شوفوا هذه، ترى اللي مسوين زي كذا من القماش هذا ترى بيتهم هذا، زي ما انا اشوف يا جماعه. السلام عليكم. وعليكم. كوكو خو بسين. شكرا. بخير استين. شكرا. ايش يسا كوكو؟ عمر. او بس؟ نعم. خو يرمي فرش نينجو؟ نعم. كان بس دون ايش؟ دون غني. دون غني؟ خو ما شاء الله تبارك الله، يقول لك المويه هذه يبيعها وقيمة العلبة الواحدة 2 افغاني. تشكر. يلا هو بيجي معاك. تعالوا. اوه هذا والله عالم ثاني يا جماعه. هو انا سطلت ابراهيم. عزوز. ايش هذا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. خو باسين بخير اسين؟ شكرا صراحه. شو ميكرو نينجا كوكو؟ والله ميجي امدين دغه موتاد اسين نشا ميكنه. موتاد اسين؟ بله. چند سال میشه موتاد اسين؟ یک 15 16 سال میشه. به خاطر چی موتاد شدیم؟ از خاطر نمی بیادر خان میگم میر خطا جمله خطا بیادر خان. ما و شما با چای ما خوب نیست فکرت هست. فامیل دارین؟ بله. در خانه تا میرین یا نی؟ والا از خانه دیگه ما نمیمانه، میگه برین بیادر خان نمیمانه. تار کده میتونین یا نی؟ چرا نمیتونین تصمیم؟ تار کنین دیگه، چی میکنین؟ چند دفعه تار کده من میساقی ها یا که میگم گفتم که میر خطا جمله خطا که از بیادر خان که از می افسر بالا تا از کارش پیسه گرفته میره فروخته میره دیگه، ما چه رقم کنیم؟ ما در جال بنمانده. خدای پاک سر ما رحم کنه که بابا نیم کله. خدا وان توفق بده. تشکر. السلام علیکم. السلام علیکم. کیف حالك؟ کیف حالك؟ عساك طيب؟ زين تمام. انت مواليد ايش؟ سعوديه ولا الامارات؟ من فين جاي؟ انا في قبل داخل الامارات ابو ظبي دبي. امارات ابو ظبي دبي تعال كده شوي. امارات ابو ظبي دبي؟ ايه. كم سنه انت تشتغل هناك؟ انا سنه 2000 ميلادي. 2000 ميلادي؟ ايه. كم سنه انت كنت هناك؟ ممكن ثلاث اربع سنة. ثلاث اربع سنة. طيب انت كم سنة جوا هنا؟ ليش انت يدخل عالم المخدرات؟ والله اذا يجي داخل افغانستان ما في شغل، ما في اي شيء. اي سوي يفكر يجي داخل دوخ 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 هذا. اول
دوخ ترياق بعد هيروين. انت ما يشوف انه هذا ضياع للمستقبل، ضياع حياتك، ضياع حياة شبابك، ضياع حياة عيالك وحرمتك وزوجتك؟ والله عارف شو سوي، الهن جاد عندي مشكلات شو سوي. انت متزوج؟ ايه. كم عيال عندك؟ انا 4 عيال، انا وزوجك. تروح بيتك ولا ما تروح بيتك؟ بيت يروح ولا ما يروح؟ لا ما يروح، ما يروح مره. مين يصرف على العيال، على اطفالك؟ مين يصرف، مين على حرمتك؟ ايه انا اخوك. اخوك انت؟ ايه والله اخوك انت يصرف. اخوك بابا. الين متى انت يقعد هنا؟ ليش الين متى يقعد انت هنا؟ كم سنه انت كمان يقعد هنا؟ الين يموت؟ صار يمشي ما يمشي. انا 7 شهر الى 8 شهور في موجود هناك. دفدون ان شاء الله يترك. ايه وعد؟ وعد. والله يا جماعه انا بصراحه مره انكتمت هنا، رغم اني حاط هذا ما ادري الناس هنا كيف عايشين. بصراحه حياه مره صعبه، شيء مو في الخيال اصلا، والله خارج التغطيه. زي ما انا اشوف يا جماعه، والله عالم عالم، اول مره في حياتي اجي. بالصراحه انا كنت اسمع عن هذا المكان بولس اختال، الجسر المحروق، لكن ما كنت اعرف انه بهذا الوضع، بهذه الحاله الغريبه. لا حول ولا قوه الا بالله، عالم عالم، لا حول ولا قوه. والله يا جماعه شوفوا، تخيلوا، تعالوا، والله عالم، والله ما ادري كيف هذول يعيشوا، استغفر الله. نحن يا جماعه الخير تحت الجسر، من تحت هذا الجسر في مجاري بتمر، وهذه هي المجاري يا جماعة. تخيلوا هذول عايشين نايمين وحياتهم كلها هنا. تعالوا شوف، قاعدين نايمين ماكلين شاربين، لا حد يسأل كيف، لا حد يقول لي إبراهيم في كورونا في أفغانستان ولا لا. انتهينا. شينا، شوفوا لا حول ولا قوة، شوفوا المكان القذر هذا، نسأل الله السلامة. طبعا يا جماعة الخير، هذه الموية اللي تشوفها زي ما نشوفها قدامنا، من هذه الموية ترى يغسلوا وجوههم، يتروشوا، يعني يغتسلوا بشكل عام، وينظفوا نفسهم. زي ما نشوف الأخ هذا دوبه تروش ودحين قاعد يلبس لبسه. السلام عليكم. عليكم السلام. عمي كيف حالك؟ زين والله الحمد لله. كم عمرك يا عمي؟ 60 سنة. 60 سنة؟ ايه. ما شاء الله تبارك الله. يا عمي انت كيف تعلمت العربية؟ قبل رحت بالعراق على شغل وسوريا وايش بلاك عربية كشغل العربية. يعني كنت تشتغل في سوريا والعراق؟ ايه ايه. اها. كم لك يا عمي انت داخل في هذا المكان؟ هذا المكان 9 سنين صار. 9 سنين؟ ايه. ايش اللي خلاك تدخل في هذا المكان يا عمي؟ والله هنا ماكو شغل، ما شيء اسمه، خلي يجينا، ما عندنا بيت هنا، ما عندنا فلوس، بس هنا وجماعه ما عنده فلوس وما ما عنده يعني شغل هنا. يعني ما كان في فلوس، ما كان في شغل، دخلت في هذا المكان. ايه. هل انت ندمان يا عمي؟ هل انت ندمان؟ هل انت ندمان على هذا المكان اللي دخلت فيه في اواخر عمرك؟ والله شو سوي هنا بعد هنا. انت مبسوط هنا ولا زعلان ولا ندمان؟ زعلان هنا، انا زعلان من زعلان من هذا المكان. ايه ايه. مكان حلو انا شايف. لا مو حلو، شو احنا مجبوريه مشان ايه، مشان ما عندنا فلوس ولا شغل ولا شيء، احنا قاعدين جماعه. شوفوا والله نسال الله السلامه. إيه. يا عمي، عمي ايش تنصح الناس الصغار الاطفال؟ ايش تنصحهم؟ هل يأتوا في هذا المكان؟ لا. الشباب اللي زينا هل يأتوا في هذا المكان، في هذا المكان؟ إيه. ويسوون هذه الاشياء ولا لا؟ لا الصغار ما خلي جماعه وديه برا منا، ما تنصحهم؟ لا. شكرا لك يا عمي، شكرا لك. وعلى هنا يا جماعه الخير وصلنا نهايه المقطع، ان شاء الله انكم شفتوا هذه الحالات السيئه اللي تمر فيها افغانستان. طبعا هذا لا يدل على انه اهل افغانستان لا سمح الله كلهم زي كذا، لا والعياذ بالله. هذه فئه او جزء بسيط من الشعب الافغاني، يعني حتى ممكن انا اقدر اقول 2000 3000 شخص موجودين تحت هذا الكوبري متعاطين
وإلى آخره. إن شاء الله إنه هذا المقطع يكون عبرة لجميع المواليد السعودية أو لجميع الناس اللي قادمين على أفغانستان أو لجميع الناس اللي كانوا من أي مكان، يكونوا عبرة لهم وينتبهوا على عيالهم وينتبهوا على نفسهم. أنا ما سويت هذا المقطع إلا ليكون عبرة للناس، بس هذا هو اللي أنا كنت أبغاه وكان هدفي الأول والأخير، وما أتمنى الشر لأي واحد. والله هذولا كمان لو في يدي حيل أنا بنفسي راح أساعدهم وأطلعهم من هذه المجاعة ومن هذا المكان السيء. طلعوا على الحبيب، أعطونا لايك سبسكرايب يا جماعة، خلونا نوصل 400,000 مشترك، ما بقى شيء. ان شاء الله في المقطع الجاي على الف خير. عارفين البير وغطاء وكلنا نتحمل خطاء. مشينا يا ولد، في امان الله.